هنشوف دلوقتي الموضوع اللي اتكلمنا عليه، ان العربية في مصر المستورد بيديها اسم مختلف عن العربية في بلدها، عشان ما نيجي ندور ما نعرفش العربية دي اسمها ايه وتفاصيلها ايه وسعرها المفروض يكون كام. زي ما احنا شايفين هو مسمي هنا اسامي غريبة. هنخش على موقع شركة اوبل، زي ما احنا شايفين ده موقع الشركة. هنخش على السيارة مثلا اوبل انسيجنيا. اوبل انسيجنيا هنا نازلة زي ما احنا شايفين كده اهي قدامنا، زي ما احنا شايفينها اوبل انسيجنيا. طبعا الوكيل في مصر منزلها ثلاث فئات. تعالوا نشوف بقى هنا على الموديل ونشوف العربية نازلة كام فئة في بلدها. زي ما احنا شايفين العربية نازلة فئتين اهو، دايف انتو انسيجنيا موديل رينج اند بيرسوناليز يور بيست. زي ما احنا شايفين العربية نازلة اس اي اديشن والاس ار اي بريميوم. وطبعا كل التفاصيل اللي احنا شايفينها والكماليات وانظمة الامان مش هتلاقيها عند الوكيل المصري. هنا نازلة إليجانس وإليجانس وهاي لاين. ادي الاوبل إليجانس جراند سبورت، معرفش جاب جراند سبورت دي منين بس ما علينا. وادي الاتش ال المفروض يعني انها هاي لاين جراند سبورت. وادي النوع الثالث اللي هو التي ال جراند سبورت، ده اختصار ايه برضو ما اعرفش. زي ما احنا شايفين العربية نازلة بأسماء مختلفة خالص عن الأسماء اللي موجودة في الشركة الأم. هنشوف على موقع كونتاكت كارز العربية الأوبل إنسيجنيا موديل 2020 اللي هي التي ال جراند سبورت دي، اللي كمالياتها لقيتها متوافقة مع الكماليات والأنظمة، قريبة من الكماليات والأنظمة في السعودية للأوبل إنسيجنيا اللي نزلت في السعودية. زي ما احنا شايفين دي العربية اللي نازلة في السعودية اوبل انسيجنيا، نفس المواصفات والكماليات ولكن دي ستيشن، يعني المفروض انها تبقى اغلى كمان. ولكن زي ما احنا شايفين طبعا انا بصيت على كل الكماليات وانظمة الامان وحاولت اقرب وجهات النظر. زي ما احنا شايفين كمالياتها طبعا دي الكماليات اللي نازلة في السعودية مش في مصر، زي ما احنا شايفينها. لو جينا نقارنها بالكماليات اللي نازلة في مصر، وده هعمله في فيديو تاني، هنلاقي العجب، يعني يمكن ولا نص الكماليات ونص أنظمة الأمان نازلة في أعلى فئة هنا في مصر اللي هي تعتبر في الفئة الوحيدة اللي نازلة في السعودية. العربية هنا في السعودية عاملة 115,950، يعني هنقول 116,000، هنقول 116,000. هنعمل هنخش موقع تحويل العملات جوجل. وهنكتب 115,000، طلع لنا 482,000 جنيه مصري. يعني المفروض العربية دي طبعا الكماليات وأنظمة الأمان أعلى من العربية اللي نازلة في مصر، وب 482,000 جنيه هنا في مصر موجودة ب 560,000 جنيه. شوفوا الفرق قد إيه. هنخش على عربية زي التويوتا كرولا موديل 2021، ودي في السعودية زي ما احنا شايفين علم السعودية على موقع اسمه يلا موتور. 1600 سي سي موديل 2021 جي ال اي مون روف، عامله 87,551 ريال. عايزين نشوفها في مصر عامله كام. هي نفسها ال 2021 1.6 لتر ل 1600 سي سي اليجانس، عامله 472,000 جنيه مصري. تمام، احنا هنشوف هناخد كوبي لسعرها بالريال في السعوديه، وهنروح على موقع جوجل لتحويل العملات. هنعمل ريفرش علشان الناس الشكاكين، وهنختار المملكة العربية السعودية.
الريال السعودي، وهنحط السعر اللي احنا خدناه كوبي اللي هو 87,000. هنا عامل 472,000. وكماليات العربية اللي في السعودية ضعف الكماليات في مصر، وأنظمة الأمان ضعف اللي في مصر. هنشوف الهيونداي الانترا 1600 سي سي موديل 2021 السمارت، وفي مصر زي ما احنا شايفين هي هي ال 2021 1.6 لتر ال 1600 سي سي البريميوم عاملة 493,000. في السعودية عاملة 66,165 ريال. هناخدها نسخ وهنروح على موقع جوجل، نعمل ريفريش ونجيب الريال السعودي. ادي الريال السعودي اهو، نعمل لصق هنا للسعر اللي احنا خدناه اللي هو زي ما احنا شايفين كده، شايفين الفرق بين سعر العربية في السعودية وفي مصر قد ايه، شايفين السعر. الفلوس دي كلها الاضعاف دي رغم ان العربية اللي نازلة مصر نازلة بنص الكماليات بتاعة العربية اللي في السعودية. شوف نوع تاني، الكيا سيراتو 1600 سي سي اس اكس 2021 في السعودية عاملة 68,000 ريال. ناخده كوبي نشوف بس بتاعة مصر الأول عاملة كام. ادي اللي في مصر عاملة نفس الكلام 1600 سي سي اس اكس عاملة 390,000 جنيه. احنا خدنا الرقم ده، هنروح على جوجل تحويل العملات وهنعمل ريفريش، نجيب الريال السعودي تمام، وهنلزق الرقم اللي احنا جبناه بالريال ونشوف يساوي قد ايه بالمصري. طبعا حضراتكم شايفين المبلغ قد ايه بالمصري. مفروض العربية دي اتاخد منها ضرائبها واتاخد منها كل حاجة، احنا عندنا بتتباع ب 390,000، والرقم التاني حضراتكم شايفينه. كل الزيادة دي غير مبررة رغم ان العربية اللي نازلة السعودية نازلة بكماليات وانظمة امان كاملة. هنشوف عربية كمان الهيونداي اكسنت 2021 1400 سي سي نازلة في السعودية بسعر 55,000 ريال. هنشوفها في مصر هنا نازلة بكام، ب 300,000 جنيه مصري. هي هي نفسها ال 2021 1400 سي سي. عايزين نشوف بقى الرقم بالريال يساوي كام بالمصري. خدناه نسخ وهنحطه هنا في الموقع بعد ما نعمل ريفريش. الريال السعودي تمام، نعمل لصق للسعر بالريال عشان نشوف يساوي كام بالمصري. وزي ما حضراتكم شايفين كده السعر كام بالمصري. نبص بصة تاني على السعر في مصر بكام، 300,000 جنيه. وبرضو نفس الكلام بقوله، العربية اللي نازلة في السعودية نازلة بإمكانيات وكماليات وأنظمة أمان كاملة، نازلة لنا هنا مصر بنص هذه الكماليات. هنشوف دلوقتي مقارنة تانية برضو. في موقع سعودي مجموعة صالح للسيارات، صالح كارز جروب، وده الرقم بتاعهم، ودي كل العربيات المتوفرة في السعودية. هنخش نقارنها من موقع كونتاكت كارز في مصر. هنجيب اول عربية معانا، عربية غلبانة اسمها نيسان صني، طبعا هنا بتتجمع في مصر يعني ملهاش اي علاقة بالعربية اللي بتتباع في السعودية. العربية بتتجمع في مصر هنا، الخامات والفبر والصاج والكاوتش واجزاء كتيرة قوي من الموتور كلها مصري. نازلة هنا ب 234,500 جنيه. هنشوفها في السعودية المستوردة اصلا بقى من اليابان
موديل 2022 نازله ب 43500 ريال، وبعد القيمه المضافه ضريبه القيمه المضافه 50000 ريال. هناخد ال 50000 دي نسخ وهنحطها في موقع تحويل العملات جوجل. هنعمل ريفرش للناس اللي بتشك، وهندور على الريال السعودي ونحط الرقم بتاعنا بالريال ونشوف يساوي كام بالمصري. وده حضرات الرقم بالريال وده الرقم بالمصري زي ما حضراتكم شايفين. الفرق طبعا هنا مش كبير قوي، لان العربية اللي هنا اصلا غير اللي هناك خالص. العربية اللي هنا متجمعة هنا في مصر، مش مجمعة بس، وفي اجزاء كتير جدا مصري طبعا ما عدا الاجزاء اللي هي التقنية الصعبة. هنشوف العربية اللي هي هيونداي كريتا عاملة هنا 427000، وفي السعودية هنشوف العربية عاملة كام، 64900، وبعد ضريبة القيمة المضافة 74635. زي ما احنا شايفين يا حضرات هنا عاملة 428000 كمان. هناخد الرقم بعد ضريبة القيمة المضافة 74000، ونوديه لموقع جوجل لتحويل العملات، نجيب الريال السعودي. ادي الريال السعودي، ونلزق الرقم اللي احنا نسخناه ونشوف يساوي قد ايه بالمصري زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما بقول كل مرة، العربية دي غير العربية دي خالص اللي نازلة مصر. لو بصينا على كمالياتها، وده هعمله في فيديو تاني، هنلاقي حاجة مختلفة وكماليات وأنظمة أمان نص الكماليات وأنظمة الأمان اللي نازلة في السعودية. تشوف عربية كمان، العربية هيونداي توسان 2022، دي نازلة ب 620000 جنيه مصري. هنبص عليها في السعودية، هيونداي توسان 2022 برضو بريميوم، نازلة 100000 115500، ده بعد القيمة المضافة. هناخد الرقم ده نسخ، وهنخش على جوجل لتحويل العملات، نجيب الريال السعودي. زي ما حضراتكم شايفين هنلزق الرقم بالريال السعودي ونشوف عامل كام بالمصري. زي ما حضراتكم شايفين اهو 484000. جنيه مصري، وطبعا هنا بتتباع لنا ب 620000 جنيه مصري. يعني العربية طبعا انا يعني مش عايز اقول للمرة المليون، العربية دي غير العربية دي خالص يا حضرات. دي نازلة بكماليات كاملة في السعودية، انما في مصر عندنا نازلة ناقصة. ناقصة في كل حاجة، في أنظمة الأمان وفي الكماليات وفي الرفاهية وفي حاجات كتير جدا من الإمكانيات، حاجات كتير جدا من الإمكانيات مش نازلة في مصر. في نهاية الفيديو أشكركم لحسن المتابعة، أشوفكم على خير. لو سمحتم فعلوا المقاطعة عشانكم أنتم، علشان محدش يقدر يسرقكم. أشوفكم على خير، سلام.